أول شيء يوصل للناس قبل صوتك قبل كلامك هو ريحتك. أهلا وسهلا فيكم في كل مكان، أنا بدر زيدان، بعضكم يعرفني، اللي ما يعرفني أنا قدمت برامج كثير في التلفزيون وأحد المؤثرين في السوشيال ميديا. أنا اليوم مع جي كيو ميدل إيست وأتشرف بذلك. بداية شبابي كنت أتمنى أكون قدام الكاميرا والناس تعرفني، كانت أسرع طريقة أني أدخل الراديو، وبعد تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات بالراديو لقيت عروض التلفزيون تجيني من كل مكان. هذا غير أن الراديو ممكن يكون يعني من أفضل المدارس لأي إنسان يحب التيفي. والله في حياتي الشخصية أحب ألبس لبس مريح، في الحياة العملية أحب ألبس لبس رسمي، لكن لو تسألني طول حياتي إيش أحسن شيء، أني ألبس شيء رسمي مريح. هذا الشيء صراحة نادر، بس أنا أعرف براند عنده هالأشياء إذا حابين. بأمانة ما حد بالتيفي أو من الجهة الثانية للتيفي حيشم الريحة اللي أنا حطها، بس يكفي أنه أنا حشمها. بعض الروائح تخليك in the mood، وفي روائح معينة تخليني in the mood. بوس بوتلد أبسولوت، ريحة العطر هذا تشبه الأيام الحلوة. في ناس كثير يسأل إيش الأيام الحلوة، شو متعرف؟ بكل بساطة أعطيها بختين هنا، بختين في اليسار، بخة هنا، بخة هنا، تمشي والريحة تفوح. هو أنه تحتك بناس محترفين من أماكن ومن ثقافات مختلفة، فتطور أنت من نفسك بشكل غير إرادي، تلاقي نفسك قاعد تتعلم يوم عن يوم. أفتح العطر هذا وأبخ منه شوي، ممكن بس أشم